كل هالشي من تحت راس امه. لكان في ام بتقتل ابنها يلي ببطنها؟ شو هي ما بتخاف ربها يعني؟ وبعدين مع هالناس امتى رح يتركوني بقى؟ عمر؟ شو بك حبيبي؟ ليش عم تبكي؟ احكي لي شو صاير؟ عن جد رح تقتليني؟ عمر ليش هيك عم تحكي؟ ليش لحتى قتلك؟ مو انت قتلتي اخي؟ خايف تقتليني الي كمان؟ عمر حبيبي انا امك وبحبك، بعدين انا ما قتلت اخوك. مين عم يحكي لك هالحكي؟ لا تصدقه، ستك عم تقلك هالشي؟ لا امي ما شفتها لستي، صدقيني ما شفتها. عمر عمر استنى. فضل يا فضل، لك وينك؟ ليكني هون. الخروف بده وقت الخروف هلا. زينب مانا بالبيت. شو؟ من شوي كانت بغرفتها. عم اقول لك مانا بالبيت، رحت لعندها على العشاء وما لقيتها، الظاهر طلعت من الشباك. يلا قوم. تفضل يا استاذ. أنا الأستاذ يوسف خالي فاطمة، ومعي عمو موسى كمان. تفضلوا فوتوا، الباب مفتوح، تفضلوا. شعل الضوء يا ابني. ما تواخذوني لأني ما بقدر أقوم بواجبكم. انت اللي ما تواخذينا خالي. نحن جايين لحتى نحكي معك بموضوع، بس باينتك تعبانه شوي. شو بكي خالي، في شي؟ لا يا ابني ما في شي، بس كنت متعودة اسمع صوت القرآن يوم الجمعة ببيتي، بس هلأ اصفيت وحدانية لهيك كنت عم ببكي. معلش خالي طولي بالك، بعدين أنا مثل ابنك وماني غريب. صلي سنين على هالحالة يا ابني، بس هيك إرادة ربنا. أنا زعلانة لأنه ماري قدراني شوف وأقرأ القرآن. طول عمري كنت متمنية أختم القرآن. مرحوم جوزي كان يقرأ المسويات، وخصوصي إذا كانت ليلة الجمعة كان صوته يملأ البيت كله. بس هلأ أصفيت لحالي وما عاد في حدا يقرأ لي إياه، وانحرمت من هالنعمة، لهيك كنت متضايقة وعم ببكي. يوم ليلة جمعة وأنا قاعدة لحالي وما في حدا حوالي ليقرأ لي، لا تواخذوني وجعت لكم راسكم. احكي يا ابني شو بدك. نحن اجينا مشان نخبرك شغله.
ما تخجل يا ابني، شو طلبك؟ لا خالي ما بدنا شيء. ابني احكي ولا تخجل مني، وإن شاء الله بقدر لبيك. احكي موسى، شو طلبكن؟ الحقيقة نحن سمعنا إنك متضايقة وما في حدا يقرأ لك قرآن، فاتفقت مع عمو موسى بكل ليلة جمعة رح يجي حدا من أهل الضيعة ويقرأ لك القرآن عندك هون بالبيت. يعني رح أرجع أسمع صوت القرآن ببيتي؟ إيه خالي، أول أسبوع حيجي عمو موسى وبعدين أنا، وبعدين رح نبعت لك حدا تاني، يعني كل ليلة جمعة حيجي حدا منا. الله يوفقك ويرضى عليك يا ابني ويحميك لشبابك وأهلك. معروفكن هاد ما رح أنساه طول ما لي عايشة، وإن شاء الله أقدر رد لكم هالجميل يا ابني. هذا واجبنا خالي. هاي المصاري حرام يا بنتي، وخاصة لأنها من حسني. بعدين ليكني أنا، هاي حكيت الحقيقة وما رضيت كذب، مع أني بعرف أنه بيجوز يقتلني. هذا مو أول واحد بنصب عليه حسني، كيف بتساعديه بهيك شغلة؟ كنت مجبورة ولازمني مصاري لأشتري دواء لستي. بس هالمصاري حرام، فكرك هي مبسوطة منك يعني؟ اسمعي يا بنتي، صار لي سنين عم بتحمل الفقر وما رضيت أقرب على مصرياته. ما الحرام ما بيدوم يا بنتي، اسمعي مني وتعي معنا واعترفي بكل شيء للشرطة. الشغلة هيك صارت كتير كبيرة، يعني هالختيار خطف مرتي عن جد. أنا خايف يكون ساوى لشي لهالمرة. والله الشغلة كبرت، ويا حسني بيك إذا حكى شي للشرطة بنتبهدلها، بعلاقي لنا شي حل. هي محلولة، بكرة الصبح بنسبقهم ومنروح للشرطة قبل ما يروحوا هن. شو؟ أو شو بدنا نقلهم؟ راح نقلهم إنه مرتي تركتني وهربت مع الختيار، ووقتها خليهم يشتكوا قد ما بدون، ما راح يطلع معهم شي بنوب. زينب ضاعت، زينب ضاعت. زينب شفت بنتي زينب؟ البنت ضاعت زينب، حدا شافها منكم؟ زينب ضاعت، ضاعت. لا أختي لا، إن شاء الله تلاقوها. طول بالك فضل. زينب زينب. يا الله وين بدها تكون راحت؟ البنت هربت بسببنا نحنا، لساتها زعلانة على المرحومة إمها، بس نحن ما فهمنا عليها. أنا بعرف وين بتكون راحت، تعي بسرعة تعي، يلا. لوين؟ يلا. الناس عم تحكي، وهو لساته صغير وما نو قدران يفهم إنه هالحكي كله مو صحيح. معلش أختي لازم تطولي بالك عليه، أزمة ورح تمرق. عمار، عمار، رجع، عامل لك رجع، وين رايح تعال هون؟ عمار ماما مشان الله تركيني. بابا بابا بابا. ما رح تقدر تهرب مني، عم تسمع؟ بابا حبيبي. بابا أنا خايف. أمي تركيني. بابا بابا ما رح يجي. بابا إن شاء الله لا تتركني. رح أقتلك أنت كمان. ماما لا تقتلني، الله يخليك. ماما بابا ماما إن شاء الله تركيني. رحت لك انت كمان. امي عم خبرك. رح قلت لك بعدي عني امي. بعدي.
بابا بابا بابا. عمر عمر ليش عم تصرخ حبيبي؟ بعدي عني ماما لا تأذيني. شو صار لك؟ كان كابوس لا تخاف. مشان الله لا تقتليني عمر حبيبي هذا كابوس. بعدي عني. شو هالحكي حبيبي؟ خالو بعدها عني. خالو خلص لا تخاف أنا هون. لا تتركني لحالي خالو أنا خايف. لا تخاف حبيبي لا تخاف. شفت كابوس مو هيك؟ عمر ليش لا تجي البنت على المقبرة؟ خلينا نرجع. أنا متأكد إنه هون. ماما حبيبتي ليش تركتيني ورحتي؟ ما بدي يصير عندي أم تانية. بترجاكي لا تتركيني. خليكي أنا بحكي معك. زينب حبيبتي روح من هون. انت ما بتحبني. شو هالحكي حبيبتي؟ ليش انا مين الي غيرك يا بنتي؟ قومي حبيبتي تعي لعندي. تعي تعي حبيبتي يلا. بدي اياك توعدني بابا. بدي اياك ما تتجوز. ما بدي ام تانية. بنتي لوين رايحة؟ الفطور جاهز عادي افطري. يسلموا خالي بدي روح على المدرسة لأنه ما شفتها من وقت ما خلصت. روحي حبيبتي روحي وسلمي لي على يوسف كمان. الله يسلمك خالي. صباح الخير. صباح النور. بدي شوف الآنسة غزل. الآنسة غزل لسه ما اجت على الشركة. إذا بدك تفضل انطرها. لا ما في داعي بس هي خبرتني إنه تركت لي عندكم شوية ورق. هدول هني بس هي ما حتتأخر. يسلموا بس أنا مستعجل. يوسف كنت رح تمشي بدون ما تشوفني؟ أنا مستعجل شوي. الظاهر إنك قريت القصيدة. أنا بعتذر على اللي ساويته. ما كان قصدي ضايقك. بترجاك تسامحني. ما في داعي تعتذري بس الحقيقة. شو الحقيقة؟ أنا مستعجل شوي ولازم روح الضيعة. نحكي بعدين معلش. يلا بخاطرك. مع السلامة. قصدك انه هيك ختيار اجا وفات على القصر وخطف مرتك وما قدرت تمنعه مو هيك؟ عم قلك تهجم علي. كان معه سلاح مشان هيك ما قدرت تساوي شيء. طيب لما اجا وخطف مرتك ما شفت وين راحوا المصاري تبعه؟ شو انو مصاري سيدي؟ شو دخل المصاري بالقصة؟ تفضل معي مشان تعرف. أه
غصون؟ شو جابك لهون وليه؟ جاي لحتى تحكي لنا كيف بعت لواحد تاني، وانت طلعت منيح واجيت برجليك لعنا. شو هالحكي سيدي؟ صدقني ما لي علاقة بشي. لك انت ما بتستحي على حالك؟ لك كان في رجال بيبيع مرته لواحد تاني كرمال قرشين؟ لك انت واحد ندل. صباح الخير ربيع، بدي شوف يوسف. هون هو؟ من شوي نزل على المدينة. لازم هيك شي؟ لا، بس هو طلب مني اجي، بجوز يكون نسي. ايه معناها فوتي استني بالإدارة. خلص فوتي، بس يجي أنا بخبره. ماشي، تفضلي فوتي. أليف، شوف أخي، أنا زلمي عندي كرامة، وهدول طلعوا هالقصة من شان يحطوا الحق علي لأنهم هربوا سوا. إذا بدهم يهربوا ليش عطوك المصاري؟ ليش قبلت تاخذهم؟ صدقني أنا ما أخذت منه شيء، هالحكي مو صحيح، بدهم يحطوها بظهري. احكي رفعت، ليش ساكت؟ قل لهم الحقيقة. شو بدي اقول؟ وبعدين معك انت؟ كل دقيقة بتطلع لك تهمة جديدة؟ المختار عم يدعي انك مزور معاملة زواج ومزوج بنت من دون علمها، وجايب بنت بداله مشان تمضي على الوراق وبعدين نبدل الصور تبعهم. ايه مو صحيح، هالحكي كله كذب وما له اساس. بعدين أنا بعرف ليش ملفقين هالتهمة، علي متضايق ومقروق مني لأنه صرت المختار. ولك عين تحكي كمان، لك نحن شفنا البنت وحكينا معها. طول بالك يا ابني، طول بالك. شغلة مو بصياح والزعبرة. عندك دليل على هالحكي؟ وين البنت؟ وليش ما اجت؟ ايه؟ الشغلة مو لعب ولاد صغار. اسكتوا بلا حكي، الحقيقة رح تبين بالأخير. خدوا إفادتهم يا ابني. حاضر معلمي، قوم لجوا يلا. ربيع، أهلين يوسف. من شوي شفتها لأليف وكانت عم تبكي، صاير شي؟ والله علمي علمك، نطرتك بالإدارة وما شفتها. يوسف، في ضيوف حابين يشوفوك. أهلا وسهلا خالي فاطمة، شو هالمفاجأة هي؟ الله يخليك ويرضى عليك يا ابني. صحيح ما لي قدران اشوفك، بس قلت لأجي واسمع صوتك. لو خبرتيني كنت اجيت انا، ما كان في داعي تعذبي حالك وتجي انت. معلش يا ابني، انا ما بدي عطلك عن شغلك ومدرستك. الله يخلي لنا اياكي، تفضلي خالي، خلينا نقعد ونحكي.
تفضلي عادي. خير خالي، شو القصة؟ ابني، بعرف انكم اجيتوا امبارح المسا مشان البيت، انا موافقه اعطيكم اياه. بس كيف دريتي؟ لا تستغرب يا ابني، انا من زمان كنت ناطره زيارتكم لعندي لاني شفتكم بمنامي. انت ابن حلال وانا مامنه على بيتي اذا اخذته انت، لهيك انا جاي اقول لك خذه يا ابني وساوي فيه المشروع يلي بدك اياه. امبارح لما اجيت وسالتكم شو سبب زيارتكم بس ما حكيتولي. مزبوط، البيت لازمنا، بس معقول شفتي هالشي بمنامك وكنت بتعرفي انه حنزورك؟ ايه يا ابني، لهيك اجيت اليوم. خدو البيت من اليوم ورايح صار إلك، ساوي شو ما بدك فيه. الله يخلي لنا اياكي ويطولنا بعمرك وما يحرمنا منك. شايف يا عم موسى، لما منصير ايد وحده بتنفتح قدامنا الابواب وبتنحل مشاكلنا، لهيك لازم نتساعد ونوقف جنب بعضنا البعض على طول، وباذن الله اذا بنضل هيك رح نتوفق وما رح يتسكر بوشنا ولا باب، لانه ربنا مع الجماعه. هدول متفقين علي وبدهم يخلصوا مني، وبعدين ولا واحد فيهم معه دليل، بس عم يحكوا هيك حكي، وما فيكن تحبسوني إذا ما في عندكن دليل. مو عيب عليكي؟ عم تفتري على جوزك؟ وإلك عين تحكي بعد اللي ساويته؟ سيدي، البنت اللي عم يحكوا عنها أنا كمان شفتها وحكت لي القصة، بس المسكينة بتخاف لهيك ما أجت تشهد، لأنه هدول مهددينا. أنت موقوف بتهمة الغش والخداع لأنك ضحكت على مجدي منشان تاخذ منه المصاري، وهي أول تهمة. بس سيدي، وبالنسبة لقضيتكن أنتو، إذا ما في شهود تفضل. سيدي، في صبية بدها تحكي معك، بدها تشهد مشان قضية تزوير بتخص معاملة الزواج. فوتها. أكلنا. هاي هي البنت اللي حكينا لك عنها. احكي يا بنتي، بتعرفي شي عن القضية؟ ايه سيدي، أنا حابة أشهد، بدي أعترف بالحقيقة وأحكي اللي صار. من طول عمره خسيس معنا، كان في حدا بيعمل هيك عنه؟ استوصل معه لك شو هذا؟ ما عنده كرامة، 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 لأن الناس محترمين. حدا بيبيع مرته مشان الناس ما فشل يكون مختار. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما فشل عليك، ما حدا بيرضى يبقى هو المختار. اصلا نحن رح نمنعه يفوت على الضيعه طبعا، هيك واحد بيناتنا. صح، شو القصه؟ صاير معكم شيء؟ شو ما عرفتي اللي صار؟ هالواطي حسني عامل مصيبه بده يفضحنا. باع مرته لواحد تاني على اساس انه ارمله واخذ منه 100,000 ليره، حتى بيت الاغا ما بيساوي هيك عمله. شو؟ لا مو بس هيك، مزور وراء الزواج وجايب وحدة بدل سامية مشان يجوزها لابنه. الشرطة جاية وجايب حسني معها، بدهم يروحوا على بيت الآغا. يلا يا رجال، يلا يا رجال، خلينا نشوف شو حنساوي فيه. منيح اللي شفتها. شو القصة جمال؟ صحيح اللي سمعته؟ ايه صحيح، وأبي كمان راح القصر، بدنا نستغل الفرصة مشان نطالع سامية من هنيك. ما بدنا نكون لحالنا، تعا معنا. ماشي جمال، يلا يلا امشي. الله لا يوفقه على هالعملة، إن شاء الله يضل 60 سنة بالحبس. لك ما قلت لك خلي عينك عليه قبل ما يجيب لنا شي مصيبة؟ صدقيني امي كنت وراء الدعسة، بس مدري امتى عمل هالعملة. عبدو، لشو انت الآغا بالضيعة؟ مو لحتى تعرف كل شي عم يصير؟ بعدين نحن ما صدقنا انه الناس بلشت توثق فينا شوي، بيقوم هو بينزع كل شي بعمايله. هي افتحوا الباب شرطة، افتحوا الباب، افتحوا الباب شرطة. اسمعني منيح، عملكم افتحوا الباب شرطة. نحن مالنا علاقة وما بنعرف شي، هيك بتفهم الشرطة، عم تسمعني؟ سيدي صدقني سيدي، أنا ما أخذت ولا قرش، وقصة الجوازة والتزوير هاي كلها كذب وما إلها أساس. قلت لك ما تحكي غير لما أسمح لك أنا. أحكي أختي، وين نخبي المصاري؟ بالغزانة يلي بغرفتنا،
بقلب درج التياب تبعه. طلعوا شوفوا. شوفي شو القصة؟ لوين رايحين؟ لوين طالعين هيك؟ شو القصة حضرة الضابط؟ ليش ماسكين حسني؟ ما عندك كلام بيه؟ ما عندك كلام بيه؟ حاجة صدقوا ما ناكل شيء. شو اللي مفكرين حالكم قايدين؟ هذا بيبيع مرته كرمال قرشين يا حطير؟ مرقوني شوي، مرقوني والله عدوا شوي. شو عمي؟ مش الحال؟ أخوك يا خانم ادعى أنه مرته أرملة وكان بده يزوجها لهذا الزلمة وأخذ منه 100,000. مو بس هيك يا خانم، أخوك مزور معاملة الزواج تبع سامية وأخذ وحدة بدالة والبنت اعترفت. ما صدق هالحكي مزبوط؟ ورح ناخذ إفادتك أنت كمان. كنت بتعرفي شي عن هذا الزواج؟ أحكي أختي ليش ساكتة؟ مو أنت كنت موجودة وشفتي سامية لما رجعت معي برجليها؟ كان كل شي برضاها. اختي والله ما راح استحي بنزلك بنزل اكثر واكثر بوع عليك لك تفو كمان هات حاجه تنطط لك الصعبان يا الكل وينهم سيدي كانوا بقلب الخزانه شو ما عليك يا كيف بتساوي هيك عملي لك انت بدك تعطي راسنا بين العالم خذوه سيدي ما بدنا ياخذوه يا اخي ولا بعرفك لك هي عملي بتعملها هيك بتضحنا وبتخلي سمعتنا بالاراضي هيك شو قصدكم يعني بدكم تتبروا مني سيدي نحن ما عندنا خبر باللي سواه ما لنا علاقه فيه وهي قدام الكل عم اتبرى منه اختي عبدو عامل حالك تختار يا واطي يعني من الاخلاق يلا يا ابني خذوا هالمتهمين على السياره يلا بسرعه يا عمرو ان شاء الله ما يحول الي يلا طلعوا لبرا طلعوا لبرا يا عمرو شو عليك أنا فرجيكم يلا أخي حرك حرك يسلموا إيديك يا أبني أنا كتير خجلانة من الشي اللي ساوى أخي وما لي عرفانة شو بدي أحكي لك هي عملة حدا بيساوي هيك بمرته نحن احتمال نستدعيكي لعنا مشان ناخذ افادتك يا خانم يلا ساميه تعي معنا يلا بنتي ما بصير شو رح ياخذ ساميه معكم هذا بيت ابوها لا تنسي انه البنت لساتها خطيبه ابني يا خانم وكذبه الجواز هي خلصت لهيك رح اخذها معي خلص علي مو وقت هالحكي هلا وساميه رح تضل هون ساميه مانا بنت صغيره يا خانم من حقها تقرر لحالها وتختار وين بدها تضل ومين بدها تتجوز ورح تضل عنا لوقت العرس تعال يا ابني لا تجبرينا وتخلينا نحكي كل شيء للشرطة نعم سيدي أخذناهن إذا حكيت كل شيء هلأ رح تنشحطوا مع حسني بدنا ناخد البنت معنا وبلا ما نعمل مشاكل خبر الملازم حاضر سيدي عم تهددنا؟ التهمين لوصل أنا على القسم أمرك سيدي مفهوم؟ أمرك سيدي على القليلة خلوها عنا لحد يوم العرس مو حلوة تطلع من هلأ معلش يا خانم هيك أحسن للكل خلاص رح تضل مع يوسف ليوم العرس يلا بنتي لحظة علي لا تنسى سامية بنت الآغا حامد واللي بدي إياه منك تساوي لها عرس يليق فيها لا تاكلي هم يا خانو يلا جمال عجبك؟ صرنا مسخرة قدام الكل عبدو ما فينا نساوي شي تبعت حدا من رجالنا لعند خالك خليه يفهموا انه يخرس وما يجيب سيرتنا ولا يدخلنا بالقصة وإلا بدي خلص عليه لو كان تحت سابع أرض عم تفهم؟
وأهل الضيعة أنا بعرف كيف خرسهم. ليش عم تبكي بنتي؟ ما في شي خالي، بس راسي عم بيجاني. انتي رحتي تشوفي يوسف اليوم ليكون هو اللي ضايقك. يوسف ما له علاقة خالي، بعدين الحق مو علي، الحق علي انا اللي رحت. أليف، عن جد فرحت لك من كل قلبي. بعدين منيح اللي طلعتي من عندهم واجيتي لعنا، مبسوطة ما هيك؟ ايه كتير مبسوطة صدقيني. يسلموا كتير عمو، ما رح انسى لك هالمعروف ابدا. خلاص حبيبتي هذا صار حماكي، ما تقولي له عمو، قولي له بابا. وامتى ناوي تساوي العرس عمو؟ والله انا من جهتي بدي نساويه بكره ونخلص. خلص ابني بتساويه بكره؟ ايه؟ شو؟ عم تحكي عن جد بابا؟ بكره بكره؟ يعني بكره العرس؟ فينا نجهز كل شيء لبكره؟ والله أنا خايف إن ألاعيب بيت الأغا، بقى خلينا نساوي العرس بكرة قبل ما يطلعولنا بشي جديد. لكن خلي لي إياك. سمعتي حبيبتي؟ معناها لازم نساوي ليلة الحنة اليوم المساء، ما بدنا نخبر الخانوم نساويه عنا بالبيت. شو رأيكم؟ موافقين ولا لا؟ طبعاً أكيد موافقين، أصلاً هالبيت من زمان ما صارت فيه هيك فرحة. إيه يلا لشوف يا عريس، خلينا نخبر أمك مشان تلحق تجهز. يلا خاطركم يا جماعة، مع السلامة، بشوفكم المساء. خاطرك حبيبتي. بدي روح ضبضب البيت شوي مشان نكون جاهزين للمساء. انتي خليكي قاعدة. جمال قلي، بتعرف وين أليف بدي شوفها؟ لا ما شفتها اليوم، بجوز تكون بالمشغل. ماشي يسلم. يلا بخاطرك. الله معك. رح يمشي الباص بعد ربع ساعة، خليكي هون. ماشي أخي رح أقعد هون. عندنا شغل كتير، لازم نعجل شوي مشان نلحق. روح على البيت هلا. روح وأنا بلحقك بعدين. ماشي ماشي بابا. مرحبا أختي. صدقني أنا فرحت كتير لأنه سامية رجعت لابنك، الله يهنيهم ويسعدهم. الله يخليكي. أي أختي قلي لي شو بدك تسوي هلا؟ إلي قرايبين بالمدينة، بدي روح لعندهم، وكمان بدي اتطلق من حسني. ما بعرف كيف اتشكرك على وقفتك معنا. كتر خيرك يا أختي. خيرك سابق، وصدقني مالي متضايقة لأنه رح اتطلق من هيك واحد. كنت بعرف انه رح يورطنا بشي مصيبة، بس مو انه يبيع مرته. كنت حاسس انه عم بيساوي شي من ورانا، بس ما خطر لي هيك. هالحكي ما عاد يفيدكن، خلونا نفكر لقدام. حسني فضحنا قدام اهل الضيعة ولازم نعمل شي. عبدو بدي اياك تروح على المشغل وتحاكيها لأليف، من يوم ما فتحناه وهو فاضي. خليها تلم البنات ويبلشوا شغل بقى. ماشي امي رايح.
أليف؟ أليف؟ أليف استني شوي. أليف شو صاير؟ ليش عم تهربي مني؟ بترجاكي جاوبيني، أنا بشو ضايقتك؟ ليش هيك عم تساوي فيني يوسف؟ ليش بتضلك عم تجرحني؟ أنا ما عم أفهم عن شو عم تحكي، فيكي تشرحي لي؟ حاجة تلعب مشاعري، فجأة بتبطل تحكي معي وفجأة بتصير بدك تشوفني وتفهمني إنك بتحبني. أليف أنت أكيد فهماني الموضوع غلط. أنا إيه في غلط بالموضوع مزبوط، طول ما غزل بدك تضل بحياتك غصب عني رح ضل أفهمك غلط. شو دخل غزل بالقصة؟ إذا كنت مفكرة إنه في شي بيناتنا بتكوني غلطانة. أنا ما عم مفكر يوسف، أنا متأكدة. برجع بقلك إنك غلطانة، صار لي من مبارح وأنا ناطر أحكي معك وشوفك، بس أنت اللي ما عم تعطيني فرصة لأحكي لك شو القصة. أنا لساتني. لك أنت شو جابك لهون ولا؟ احكي لي، هو يلي ضايقك؟ أليف وقف ولا؟ شو سويت للبنت؟ ترك إيدي أحسن ما أزيك. عمر ليش ما عم تنزل لتشوفني؟ شو ما اشتقت لي يعني؟ اشتقت لك بس ما فيني اطلع. ليش؟ انا خايف لان امي بدها تقتلني مثل اخي. تفضلي. يسلموا ايديكي، حطيت لك الخميرة على جنب بس نسيت جيب لك اياها. يسلموا ايديكي، هلا بمرق وباخذها. الله يسلمك. الله لا يسامح على هالعملة، لكان مو حرام عليها تقتل ابنها يلي ببطنها؟ شو هي، ما في بقلبها رحمة؟ قد ما بتكره جوزها صارت تكره ولادها كمان. الله يعين ابنها المسكين، شو بده يصير فيه؟ ستي الله يهديها ويسامحها ان شاء الله. حرام عليكم، شو بدكم مني؟ مين قالكم انه انا قتلت ابني؟ بعدين انا ما بكره ابني وجوزي. حرام عليكم، اتركوني انا وابني بحالنا، عم تفهموا؟ حاجتي اللي صاير فيني. ضبوا لسانكم احسن لكم، عم تسمعوا؟ ضبوا لسانكم، اتركوني بحالي، اتركوني. شبهه عن جد هي وحده مجنونه. اسكتي احسن ما تسمعك هلا. كيف بتحكي هالحكي حبيبي؟ امك بتحبك ومستحيل تساوي لك شيء. بس الكل عم قول عنها عالحكي، بعدين كل يوم المساء بتجي لتخنقني. صدقيني خالة سامية أنا كتير عم خاف منها، بدها تقتلني. حبيبي عمر اهدي مريم. سامية اطلعي لبر شوي. لا تروحي خالة سامية. طولي بالي، عم قلك اطلعي لبرا. ما بدي اسمع منك هالحكي مرة تانية. صدقيني امي ما حكيت شيء، صدقيني. هالحكي اللي قلته هلا بتنساه، افهم علي يا عمر. صدقيني امي انا ما قلت شيء، الاولاد عم يحكوا هيك. عمر هي اخر مرة، واذا سمعتك عم تعيد هالحكي مرة تانية. ساعدوني. عمر عمر عم اقول لك ارجع لهون. عمر انا وين رايح؟ ارجع لهون. عمر لوين؟ يا ابني استنى يا ابني. مريم؟ عمر! 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 عمر ارجع لهون حبيبي ارجع! بابا! بابا افتح الباب بابا! ارجع حبيبي! عمر! عمر بابا امتعنا الله افتح لي الباب. عمر حبيبي خبيني بابا. عمر شو القصة؟
امي بدها تقتلني بابا، مشان الله خليني عندك. عمر شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ الولد معه حق يخاف، شو الضمان انه ما تقتله؟ الولد بده يضل مع ابوه بقى، روحوا من هون. بترجاكم رجعوا لي ابني، خذوا مني شو ما بدكم، بس المهم ما تحرموني من ابني. والله ما فيني اعيش بلا خليل. بترجاك رجع لي ابني. مريم لا تحرمني من ابني، موت. صدقني انا ما بقدر اعيش بلا ابني، والله موت. بس الولد ما بده يعيش معك، ما فينا نخليه عندك بالغصب. شو بدك الولد يجن ولا يصير له شيء؟ لا تتركني بابا، ما بدي ارجع معك، بدي بابا. خلص حبيبي، شايفين الوضع. هالمره الولد اجا مو انا يلي اخذته، وما فيكم تاخذوه بالزور. فوت حبيبي. عمر عمر اهدي مريم. عمر بترجاك ما تتركني حبيبي. عمر مريم عمر طولي بالك، دعي نرجع على البيت. عمر لساته صغير وما بيفهم، دعي اهدي. عمر شو سويت له لحتى هرب؟ ما بقدر افهم. معلش لعبتك هي صارت قديمة، ساوي لك وحدة جديدة بدالها؟ ما بدي هاللعبة بنتي، والواحد ما بصير يبدل أولاده أو أمه. زينب زينب ما أقول ابني يهرب مني، أنا بشو قصرت معه؟ بحياتي كلها ما ضربته، ليش هيك كرهني وهرب مني؟ لساته ولد صغير ومبين أنه نخوفوه منك. مريم ماني قدران شيل صورته من بالي. ليش لتزعل هيك إذا ما بتحب ابنها؟ كانت حتموت لما ترك عمر. هذا كله كذب. ما بعرف أمي، صدقيني ماني قدران أفهم ليش هيك تغيرت. شو يلي صار؟ بجوز أعصابها تعبانة وما كانت وعيانة شو عم تعمل. نوران طالما أبوك توفى معناتها ضليتي لحالك، شو رأيك تجي تسكني عندنا؟ شو؟ شو هالحكي يا خانم؟ ما تفهميني غلط يا بنتي، أنا لازمني شي وحدة تجي لتساعدني بشغل البيت. بعدين حتى المرحومة أختك إجت وساعدتني قبل ما تتوفى، بقى شو رأيك؟ بس خليل بنتي الشغلة كانت اسمة ونصيب، بعدين القصة مر عليها سنين وانتي هلأ محتاجة، ما عندك حدا تروحي لعنده إذا صار لك شي، توكلي على الله ووافقي.